كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي، فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة، فكان نفسه بأي طريقة ان هو يبتكر طريقة يخليه يسلم بيها. فراح كلمه وقال له: يا فلان، يعني أليس لك حاجة في الإسلام؟ انت ما نفسكش تسلم؟ قال: والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر. أنا فعلا نفسي أسلم من زمان، بس أنا الحاجة الوحيدة اللي منعاني إن أنا مدمن خمر. فالمسلم ابتكر له طريقة، قال له: خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له: أسلم واشرب الخمر. قال له: خلاص ماشي. فاليهودي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم: الآن أصبحت مسلما، فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتدت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك، ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم.